نطالب بهذه الحكومة أن تسارع بفتح الحدود كالبلدان الأخرى مثل تركيا ومصر اللي كانت سباقة في اتخاذ هذا القرار لإنقاذ اقتصادها. ولما لا نحن في بلدنا الذي كان هو الوجهة المفضلة عند الأجانب عند السياح الأجانب، لكن الآن أصبح المغرب يعني بعيد عن هذا بعيد عن هذه الوضعية بكون هذه القرارات يعني لم تراعي فيها الجهاز الحكومي، لم يراعي فيها السبق مثل ما فعل الدول الأخرى. ونحن الآن في هذه الوقفة نطالب بإيقاف هذه الإجراءات التي لا ترتكز على أساس، و نريد مثلا من رئيس الحكومة أن يكون له الجرأة السياسية للخروج بقرار لإنقاذ القطاع من الضياع، من لأن هناك شركات أفلست وفي طريق الإفلاس، فلا ينبغي أن تبقى هذه الوضعية على هذا الشكل، والضرر يزيد استفحالا أكثر مما سبق. فنطالب بالجهات الرسمية بالإسراع بفتح الحدود كإجراء أصبح ضروري. الوقفة ديال اليوم عدة مطالب طالبين الحكومة هو افتح الحدود، وتنطالبوا بالدعم ديال لا سينيسيس، وتنطالبوا بالابناك يعطيونا واحد المهله واحد سنتين ما نخلصوا حتى 2023. غادي نديروا واحد وقفه وطنيه، غادي ننتقلوا الى مدينه الرباط، وحنا تنطالبوا من جلاله الملك يوصل الصوت ديالنا لجلاله الملك، هو قائد الاعلى في هذه البلاد، علاش حنا ضعنا في هذا القطاع هذا وما بقى عندنا حتى شي حاجه تنديروها. الماتيريال عندنا تيموت، الشغيله ما بقاوش معنا، تهلكوا ماتوا ما بقاوش معنا، السيارات دابا واقفين، الشركات مسدودين، عندنا 100% 90% الشركات في افلاس، لا باقى شي 20% ولا 10% اللي باقى شويه عندها واحد شويه باقى عندها شويه، ولكن من تبدا النقل السياحي من غادي يبدا هاد الناس هادو فين يخدموا؟ الدولة اللي تتقول عندنا 2 ملايين سائح ولا 3 ملايين، هاد 3 ملايين ولا 4 ملايين ديال السائح مين غادي يجي؟ فاش غادي يركب؟ وانت النقل السياحي مات ولا عنده مشاكل ما بين لا سينيسيس ما بين الابناك ما بين عنده الحز عنده المحكمة عندهم بزاف المشاكل، عنده لاسورانسات عنده الفيدونجات عنده السائقين ما بقاوش معاه، كاين السائق اللي ما بقاش تيتشغل معاك مشى دار شي مهنة أخرى، علاش ما بقاش هذا القطاع ولا تيخلع؟ علاش هذا القطاع هذا ما بقاش مداوم؟ علاش خطر اليوم حلات الحكومة غدا تسد؟